يشرف مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام ومركز الحوار أن تتفضلوا جميعا بالمشاركة في هذه الندوة الفكرية التي تناقش قضايا الأقليات، الوضع القانوني للأقليات حول العالم، مع التركيز على حالة إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان. حقيقة الأمر أننا دائما في مجلة الديمقراطية بالأهرام نتناول قضايا التحول الديمقراطي والأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والمرأة، لكن قضايا الأقليات ليست بعيدة بأي حال من الأحوال عن اهتمامنا، لأنها تتصل في النهاية بحقوق الإنسان وبحقوق الأقليات وبقضايا التحول الديمقراطي، لأن الديمقراطية تعد أحد العلاجات الناجزة لقضايا الأقليات حول العالم، بدليل أن أغلب قضايا الأقليات المثارة التي لم تحل ولم يتم تسويتها هي بالأساس في دول نصيبها متواضع من الديمقراطية، بينما الدول التي قطعت شوطا طويلا في مسار التحول الديمقراطي استطاعت أن تتعامل مع هذه القضايا وتحتويها من خلال التسامح السياسي، من خلال قبول الآخر، من خلال المساواة في الحقوق والواجبات. اليوم في هذه الندوة لدينا ورقة مقدمة من الأستاذ عماد المهدي حول الوضع القانوني لقضية ناغورنو كاراباخ، بعد يقوم بعرض هذه الورقة في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة، بعدها يقوم الدكتور السيد أبو الخير بالتعقيب على هذه الورقة من وجهة نظر قانونية أكاديمية، ومن بعد ذلك نفتح النقاش لحضراتكم لمن يريد أن يدلي بدلوه في هذا الإطار. الهدف من هذه الندوة كما هو هدفنا دائما في مجلة الديمقراطية أن نطرح قضية للحوار وأن نتبادل وجهات النظر حتى نصل إلى نتائج يمكن أن تفيد صانع القرار فيما يتعلق بهذه القضية، أو أن يستفيد منها صانع القرار في مصر ونستفيد منها في تجربة التحول الديمقراطي المتعثرة في بلادنا. حتى لا أطيل على حضراتكم، أترك الكلمة الآن للأستاذ عجلان إبراهيم عجلان، مدير مركز الحوار الذي يشارك مجلة الديمقراطية تنظيم هذه الورقة، في كلمة ترحيبية بحضراتكم فليتفضل. أرحب بكم جميعا في هذا الملتقى العلمي الذي ينظمه كل من مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام ومركز الحوار، كما يسعدني كذلك شكركم على تلبية الدعوة للمشاركة في هذه الندوة التي تتناول واحدة من القضايا ذات الاهتمام في العالم اليوم، وهي قضية الأقليات وأوضاعها في الصراعات الدولية، وما هو موقف القانون الدولي وكيف يصون حقوق هذه الأقليات. السادة الأفاضل، حرص مركز الحوار منذ تأسيسه على متابعة الأحداث الجارية كافة سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي، متفاعلا معها من خلال فعالياته وأنشطته المختلفة، ومن هذا المنطلق جاء تنظيمه لهذه الدورة في هذا الوقت تحديدا ليدلل على ذلك. ففي مثل هذه الأيام وتحديدا يومي 25 و26 من شهر فبراير عام 1992، أي منذ 22 عاما، وقعت جريمة ضد الإنسانية في قرية خوجالي بدولة أذربيجان. وفي ظل انشغال العالم بقضاياه ومشكلاته، وفي ظل انغماس العالمين العربي والإسلامي في مشاكلهم الداخلية والخارجية، لم يعد يتذكر أحد تلك الجريمة التي تدني لها الجبين، والتي ربما لا تقل بشاعة عن الجرائم التي ترتكبها الأنظمة المحتلة في جميع بقاع الأرض. وليس ببعيد عن الذاكرة ما يجري في الأراضي العربية المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي، وكذلك ما جرى وما زال يجري في العراق وأفغانستان تحت الاحتلال الأمريكي والبريطاني. ومن نافلة القول إن ما جرى في قرية خوجالي، رغم ما صدر من بيانات وقرارات دولية وإقليمية بإدانة تلك الجريمة باعتبارها واحدة من الجرائم ضد الإنسانية، إلا أنه كما عهدنا جميعا أن قضايانا العربية والإسلامية لا تجد أذانا صاغية من المجتمع الدولي. فحينما نرى مؤخرا الموقف الأسباني من اليهود الذين كانوا يعيشون منذ ما يزيد عن خمسة قرون هناك، وكيف سعت الدولة الأسبانية إلى استرضاء أحفادهم، وبالطبع من قبلها ألمانيا بل وأوروبا بأكملها، في تعاملهم مع تاريخهم، في المقابل نرى صمتا وربما رفضا لحقوق المسلمين والعرب، ليس فقط في التاريخ وإنما في الحاضر.
وحتى لا أطيل عليكم، فقد أتت ورقة الأستاذ عماد المهدي رئيس وحدة الأقليات بالمركز مستعرضا واحدة من قضايا العالم الإسلامي المنسية، وهي قضية إقليم قرباخ، متناولا جانبا واحدا من جوانب القضية المتمثل في شقها القانوني مع عدم إخفال الجوانب الأخرى التاريخية والجغرافية والسياسية. ولا يسعني في النهاية إلا أن أقرر ترحيبي بكم جميعا، وشكري للدكتور بشير عبد الفتاح والدكتور الأستاذ عماد المهدي على إعداده لهذه الورقة، والشكر موصول للأستاذ الدكتور السيد أبو الخير خبير القانون الدولي على موافقته بالتعقيب على تلك الورقة، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم. شكرا. شكرا أستاذ إبراهيم، أستاذ عجلان إبراهيم عجلان. استثمارا للوقت وفي عجالة سريعة، يتفضل الآن الأستاذ عماد المهدي رئيس وحدة الأقليات بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بعرض ورقته حول قضية ناغورنو كاراباخ، وأمامه من 10 إلى 15 دقيقة. ونحن في مجلة الديمقراطية لدينا تقليد هو التركيز أكثر على الحوار والتفاعل ما بين المتحدث والمشاركين، لذلك نحن نولي أهمية كبرى بمشاركة حضراتكم. وأنا يعني أرى في القاعة وجوها رائعة من كبار المتخصصين والمهتمين في واقع الأمر، وأعتقد أن مداخلات حضراتكم سوف تثري هذا النقاش بالقدر الكافي. الأستاذ عماد فليتفضل. حضرتك بالذات يعني لا أنا هجيبه لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية حيا الله هذه الوجوه النيرة، وأنا سعيد أن أنا في وسط أساتذة كبار من أهل القانون ومن أهل السياسة ومن أهل الإعلام، وأرجو أن يتحملني الجميع في تقديم هذه الورقة، وإن شاء الله يعني هذه القضية المنسية جعلتني أستشعر أن كل واحد مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه القضية. في البداية لازم نتفق جميعا أن لا يوجد دولة في العالم ليست بها أقليات على الإطلاق، مهما كانت، سواء كانت دولة أوروبية أو دولة أمريكية دولة أفريقية، ما فيش دولة في العالم على الإطلاق ليست فيها أقليات، سواء كانت أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية أو غيرها. وعلى الرغم من وجود أقليات مختلفة في كل بلدان العالم، فإن غالبية البلدان تفتقر إلى القوانين والسياسات الملائمة في هذا المجال. ورغم أن ما فيش بلد في العالم ما فيهاش أقليات، إلا أنه من الخطير أو من المفزع أنه لا يوجد تعريف دقيق للأقليات في القانون الدولي، لا يوجد تعريف ابدا على الاطلاق دقيق في مساله الاقليات. التعريف المشهور ان هي مجموعه بشريه ذات سمات وخصائص تختلف عن مثيلاتها في مجتمع الاكثريه، ولكل اقليه منها سمات قوميه او اثنيه او دينيه مشتركه بين افرادها، حيث تختلف الاقليات فيما بينها نوعا وهوية وانتماء، كما تأخذ تسميات مختلفة. وده المشهور في معظم بلدان العالم، إن الأقلية بتسمى أحيانا بجالية زي الجالية المصرية في أوروبا مثلا، أو الجالية الكذا، أو فئة أو طائفة أو ملة أو فرقة، لكن كلها تنطوي تحت الأقليات، ولكن الكل يهرب من هذا التعريف تحت هذه المسميات. حماية الأقليات في القانون الدولي، القانون الدولي وضع أسس معينة لحماية الأقليات، هي ثلاث أسس. أول حاجة لحماية الوجود الأقلية نفسها، عدم التمييز، بعدين حماية المشاركة والفاعلية في الدولة. القانون الدولي بعد تطوراته الكثيرة كان أصبح يهتم بالفرد أكثر من اهتمامه، حتى أن بعض الفقهاء نادى بكون الفرد الطبيعي، وأن يكون شخص من ضمن أشخاص القانون الدولي بعد أن كانت محصورة على الدول. ثم بعد ذلك، بعد رأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عن الأمم المتحدة، تم اعتبار المنظمات الدولية من ضمن أشخاص القانون الدولي. أولا الورقة بتاع الأستاذ عماد، يعني أشكره جدا على حاجة، ولكن هو كان مفروض يحط معلومات عن الإقليم نفسه،
يعني الاقليم نفسه بيمثل 20% من الـ من الـ من الـ من مساحه من اذربيجان. اللغات اللي موجوده، العادات الموجوده اكتر من حاجه. معليك اتحطت اللي كان مختصر الورقه اللي حضرتك اخذته، لكن الورقه كامله او الدراسه كامله موجود فيها اللي حضرتك قلته. طيب، اولا عشان نطبق حق تقرير المصير، حق تقرير المصير اول ما طلع من في اللي هي مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون اللي هو ال 14 مبدا، وكان فيها مبدا حق تقرير المصير، وقيل لحظتها انه يقصد بذلك تفتيت الامبراطوريه البريطانيه وانه سيء، ولذلك حق تقرير المصير يعني ارتبط بسوء النيه لذلك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، فلاديمير لينين برضو في الاتحاد السوفيتي، برضو في احدى الصحف سنة 1914 اشار الى حق تقرير المصير على انه حق سياسي. حق تقرير المصير لا يجوز ان يطبق على كل الدول لانه له ضمانات. اول شيء في الضمانة انه هو لا يؤدي الى تفتيت الدولة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان تصل فعلا الى الارادة الحقيقية للاقليم، لان من السهل جدا ان انت تزور النهاردة انتخابات او استفتاءات او تعمل اي شيء. هذه الضمانات الموجودة في القانون الدولي لابد من وجودها حتى يتم تطبيق حق تقرير المصير. انا في اعتقادي كرجل يعني قارئ في القانون الدولي ان حق تقرير المصير على اقليم هذا الاقليم لا يجوز، لان هذا الاقليم اولا اللغة الموجودة للأرمن الموجودين هناك ليست اللغة هي الموجودة في أرمينيا. اللغة اللي بيعملوها زي ما هم زي ما أنا جبتها، ما أعرفش صحيح ولا إيه، هندو رومانية أو هندي أوروبية، يعني في اختلاف في اللغة ما بين الأقلية قريبة لكن في اختلاف. دي نمرة. كان مفروض الأستاذ عماد يجيب يعني الدول المحيطة، لأن هذه المنطقة كان فيها أكثر من ثلاث إمبراطوريات، الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الروسية. كان مفروض تجيب حتى تجيب آراء وتدخلات الدول زي إيران، أذربيجان فيها، إيران فيها ما يقل عن حوالي 10 أو 20 مليون من الأخصائية، في دور في 30 مليون، يعني في عدد. كان مفروض تجيب تأثيرات الدول، دور الدول المحيطة، وخصوصا ان ده عندك تركيا وعندك إيران، عندك تركيا وعندك إيران وعندك الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي مش عايز الإقليم أو المشكلة الحل، لأنه محتل أماكن من جورجيا، روسيا، تركيا، فيما بينها وبين أرمينيا المذابح الأرمن سنة 1915، عملوا اتفاق اللي هو زيورخ سنة مش عارف 2009، ان هم اتفقوا على ان ترسيم الحدود كان بينهم من سنة 1920، أرمينيا اعترفت بيه. الإيرانيين واقفين عشان في أقلية هناك، الإيرانيين لهم دور عشان الشيعة في معظم السكان أذربيجان فيهم نسبة من الشيعة. كنت أنتظر أن أنت تجيب دور الدول دي في هذه. لو واحد يستمع إلى كلام جانب الأرمني يقول والله هم ناس مسالمين، نحن سلمنا أرض لهم، مش هم اللي احتلوا هذا الأرض بدعم جيش السوفيتي، نحن الآن عايزين نأخذ أرضنا. وأحيانا من وقت لآخر نقول إذا فشلت مفاوضات سلمية لنا حق، لنا اختيار آخر على أساس ميثاق الأمم المتحدة، هذا هم يعتبروا تهديد. أكلم فيما يتعلق عن تاريخ أذربيجان وشعب أذربيجاني، كل موارد مصادر تاريخية العربية تكتب عنا، ابتداء من انتشار الإسلام، يعني سبعة القرن السابع موجود هناك علاقات مع مصرية أذربيجان، يقول اسمه تتار، هذا هم مع زمان لينين روس اتفقوا أرمن لطمس كل ثقافتنا عشان يأخذوا أراضينا. في مصادر. وكمان أنا أنصح كمان دكتور رفعت محمد اللي هو لحظة، أنا استمعت كلامكم، هو شخص واحد وسعادة سفير أذربيجان، من فضلكم. بعدين موضوع قرباخ يشكل 5% من أراضينا، تم احتلال 20%، يعني 15% تحت زريعة خط الفاصل، كأنه أرمن بعد ما احتلوا قرباخ كأنه فيه تحديد من أذربيجانيين وأخذوا كمان 15%، يعني هزام عريض. اللي يحصل اليوم في بعض في نقاط الالتماس استفزازات موجودة من كلا طرفين، هذا أرضنا، نحن نريد أن نأخذ أرضنا. هناك قرارات مجلس الأمن أرمينيا تحمل، وهنا تتكلموا عن كثير. أنا موضوع سومغايت اللي يقولوا هناك أذربيجانيين قتلوا أرمن، أولا هو صار هكذا، حصل، بس أنا أشرح لماذا.
عندما أذربيجانيين تركوا أرمينيا 250 ألف أذربيجاني جاءوا حافي من غير الملابس، مقطوعين أذانهم أذنهم، مفتورين أيادهم، ويطلع واحد في سومغايت يقول يا جماعة شوفوا اللي عملوا معي إيه، هو كيف كيف استجابة الناس؟ أولا. ثانيا، ناس اللي تم القبض عليهم في سومغايت ستة منهم أرمن، وكان يرأس هذه العمليات إدوارد غريغاريان، هو شخصية معروفة، هو كمان بطل أرمينيا. مع شديد الأسف هو كان حصل في 88، كل أوراق المحاكمة ذاك الوقت تم تحويله إلى موسكو، ونحن بقدر إمكانياتنا حصلنا عليها. يوم تاني من هذه المذبحة، يوم تاني مش يومين ثلاثة، كان فيلم اللي هم الجانب الأرمني أخرجوا تم عرضه في أمريكا، كانوا تجهيزات قبلها، صوروا من فوق المباني، من أسقف المباني تجهيزات كاملة، وكانوا يهاجموا البيوت الأرمن، الأرمن اللي هو كان غريغاريان كان يرأسه، كانوا يهاجموا البيوت الأرمن الذين كانوا يرفضوا دفع إلى صندوق قرباخ اللي كان هو يعد الحرب ضد أذربيجان. ثانيا، هذا أرمني اللي كان يرأس، موجود عندنا في تاريخنا، يهود في روسيا في القرن 19 كانوا يقتلوا اليهود عشان يقولوا نحن اتحاد ضد. يا أخي أنت دبلوماسي راعي الأعراف في إدارة الجلسات من فضلك. نحن نعرفهم كويس. نحن نعرفهم كويس. لا لا، أنت أخذت فرصتك لنستمع. يسعروا فتنة بيننا وبين العالم العربي لأذربيجان يتعامل مع إسرائيل. في علاقة، في عندنا اتفاق في عقد عسكري، صح؟ نحن ندفع فلوسهم يبيعوا سلاح، نحن نشتري. بس في علاقة بين أرمينيا وإسرائيل اللي هم تخبوا. لما يروحوا إلى إسرائيل يقولوا والله نحن إخوانكم. أنا عارف، عندي معلومة 100%. أولا نحن نشتري، هم يبيعوا نحن نشتري، أراضينا محتلة، لنا الحق للدفاع عن بلدنا. طيب إذا أكثر من 20 سنة هناك يتم مفاوضات وما فيش ولا توجد هناك أي نتائج، طب ماذا نقدر نستعيد يعني ننتظر عشان نشوف أرمينيا متى هي تنسحب من أراضينا؟ قرارات مجلس الأمن، أنصحوا الجانب الأرمني يقرأوا من جديد، هناك مكتوب القرارات تطالب بانسحاب فوري من أراضي المحتلة، اقرأوا ونفذوا، نصيحتنا لكم. تاني، أعتقد أن هذه يعني نصيحة ختامية رائعة، الالتزام بالمقررات الدولية والقرارات الدولية الأممية. بس شخص واحد حضرتك اللي قاله راميل سفاروف اللي هو صحيح، حصل إنه هو قتل واحد أرمني عشان أقاربه كان قتل أثناء الحرب مع أرمينيا، كان في المجر، كان في الدورة، ما حد يبرره، بس هو كان في السجن 9 سنين في المجر، بعد ما أفرجوا عنه وصل إلى أذربيجان، أوكي رئيس أذربيجان له الحق إفراج عنه، عشان هو كان في السجن 9 سنين. شكرا. مصر تريد التسوية العادلة لهذا الصراع بما يحافظ على حقوق الطرفين ومن دون إهدار للسلم والأمن الدوليين. آخر شيء أقوله وهو أن مجلة الديمقراطية ومركز الحوار إذ يستضيفان سويا هذه الندوة فهم يفسحون المجال لرأي ورأي آخر، ولعلها كانت فرصة، هي لم تكن مناظرة ما بين سفير أذربيجان وممثل سفارة أرمينيا، وإنما هي كانت فرصة للقاء، فرصة لتبادل الرأي، فرصة للحوار. نتمنى أن تكون خطوة لبناء خطوات أكثر إيجابية وفعالة في المستقبل. نعدكم بمزيد من الندوات والحوارات البناءة التي تقرب ولا تباعد، التي تساعد على التسوية ولا تساعد على تصعيد الأزمات. أشكركم وإلى اللقاء، وأدعوكم إلى احتساء الشاي وتناول بعض البتفور وما إلى ذلك. وشكرا لحضراتكم. شكرا معالي السفير. على شعوب ودول العالم أن تتخلص من ثقافة الصراع وأن تلتزم بالمقررات الأممية والقرارات الدولية الخاصة بتسوية المشاكل والصراعات فيما بينها، وأن تنسى عذابات الماضي وصراعات الماضي، وأن تفكر في المستقبل، لأن التفكير دائما في مشاكل الماضي يمنع من الوصول إلى مستقبل أفضل.